هذه المرأة ولا 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 فيديو أسئلة المادة التالية هي مادة الجغرافيا. الفصل الأول الثاني السؤال بيقول حول مقياس الرسم التالي إلى مقياس خطي. واحد إلى 10,000، واحد إلى 1,000,000. أقول السؤال مرة ثانية، حول مقياس الرسم التالي إلى مقياس خطي، واحد إلى 10,000، واحد إلى 1,000,000. السؤال اللي بعده بيقول ما العلاقة بين هضبة مرمريكا والزمن الثالث؟ السؤال اللي بعده منخفض الفيوم ووادي النيل. بعدين في تعريفين، ما المقصود بالمباني التالية؟ نظم المعلومات الجغرافية والتعريف. الامتحان بتاع فصل أولى سادس هو السؤال الأولاني مشترك، حول مقياس الرسم برضه إلى مقياس خطي، واحد ل10,000، واحد ل1,000,000. ما العلاقة بين برضه مشترك قلم مرمريكا والزمن الثالث؟ السؤال اللي بعده مختلف، شركات الشحن والنقل والجي بي إس، والمقصود به الاستشعار من بعد والجغرافيا الحديثة. في أسئلة مشتركة بينهم وبين بعض.